عندكم مشكلة الإخوان المفلسين، تكفروا أي واحد، أي واحد تكفروه، بس أنا ما برد عليكم ولا بغلط ولا بسب. أسبوع يمكن تقولوا لي كافر، أسبوع واحد بس بتقولوا لي كافر أنت. ليش؟ لأن أنا صورت السفر هذه، صورت خير الإمارات، لأن أنا تكلمت عن الشيخ محمد بن زايد يفطر في الجامع مع الشعب، مع الناس، مع المواطنين، مع العمال، رئيس دولة بحق محمد بن زايد يفطر مع الناس. أنا أتحدى أبوكم واحد يجيب لي رئيس دولة من حقكم، أو رئيس دولة في أي دولة، أتحدى وزير عندنا، وزير يخرج يفطر بالشارع، أتحدى أمه وزير عندنا عسكري يمشي بعده 10 أطقم 10 مواكب. ليش؟ مش حاكم عادل. ليش تضحكوا على الناس، تكذبوا على الناس؟ نكذب على بعض، نكذب. عندنا مدير شرطة، قسم شرطة، قسم شرطة يمشي بعده 4 أطقم و50 عسكري ومدرعة قدام، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة، رئيس دولة عظمى يمشي وحده بدون موكب. ليش نكذب على بعض؟ ليش نحسد بعض؟ ليش؟ يا أخي قولوا جزاهم الله خير. التواضع، التواضع من صفتهم، التواضع والإخلاق صفتهم، هذا رباهم زايد والشيخ راشد مؤسسين هذه الدولة، رباؤهم على الاحترام. تحية للشيخ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، تحية للشيخ منصور بن زايد وزير الداخلية، الأمن والأمان لهذه البلد. شوفوا أخي لما تكون حاكم عادل تمشي بالشارع وراسك مرفوع، والله ما يقدر واحد يتكلم عليك ولا شخص. ليش؟ لأنك حاكم عادل. قال لعمر بن الخطاب: حكمت فعدلت فنمت فاستأمنت. أسكت ولا أسمع نخص، ولا أسمع نخص للحاسدين. برع برع، غادروا الصفحة، والله لا تموتوا بغيظكم. هذه السفر تتعبى الآن وأنتم تموتوا بغيظكم. برع، غادروا. أنا شوف، أنا لما تقولوا لي كذاب أنا أصور الحقيقة. قسما بالله لي سنة في الإمارات، سنة والله ما قد حصلت واحد جرحنا أو غلط علي أو شتمنا، لا من المقيمين ولا من الإماراتيين. يا أخي حتى المقيمين مؤدبين، ما أنا داري كيف ربي رزقهم ناس مثلهم مؤدبين. أنا كنت مزعج وكنت مؤادي، يعني مزعج، أنا مزعج. لما جت الإمارات شفت الناس خلاص احترمت نفسي. يا أخي الهندي يحترمك، البنغالي يحترمك، الباكستاني يحترمك، يعني كل الناس تحترمك، ربي رزقهم على نيتهم يرزقون. فبالإمارات لي سنة ما حصلتش واحد حتى باكستاني أو هندي أو يمني يغلط علي، فما بالك أنت ما تشتينش أصور وأحب الإمارات. اغلطوا، أسبوع بتقولوا لي كافر عادي ما مشكلة. كفرتوا الناس كلهم، كفرتوا الجنوب اليمن كله، فما عاد تفرقش. كفرتوا اليمن كفرتوا لي، ما عاد باقتش إلا نوار. إيش تقولوا عليه بعد أسبوع كافر؟ كفرتوا جنوب اليمن كله يا عيال الهرمة، جنوب اليمن كفرتوهم وهم يمنيين. أنوار إيش تكفرونه من اليوم ليوم القيامة؟ وأنا والله لاقيت أصور لكم كل شارع، حتى الإشارة مش أصور لكم صلاة التراويح لو تشتوا، كما بدبي يصلوا التراويح ويصلوا بصوت مرفوع، ما فيش عندنا بدبي حاجة مخفي، كل الناس تصور. الله 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 الله. إيه كيف ما أقول أنا بالله، خلينا أصور لكم السفر اللي تعبات الآن. شوفوا الناس، شوفوا الأمة، مرحوم في الزلات يا شيخ زايد، مرحوم في الزلات يا أبو خليفة، مرحوم في الزلات يا شيخ زايد، ومرحوم في الزلات يا أبو خليفة. يشهد لك التاريخ وسد مارب، تشهد لك الدنيا بكثر الوصيفة. مرحوم في الزلات يا شيخ زايد، ومرحوم في الزلات يا أبو خليفة. شوف 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 الناس، الله لا أقتلكم، الله لا أقتلكم بغيظكم ولا برد على حد. سبوا، قولوا عني صهيوني، قولوا عني كافر. كفرتوا بلادي اليمن، كفرتوا الجنوب، كفرتوا الجنوبيين، قلتوا عليهم كفرة، ما عاد باقت الأنوار. كفروا للصبح، قولوا على صهيوني، قولوا على إسرائيلي، قولوا عليا كل حاجة، كل ما تقولوا عليا أفتخر أفتخر أفتخر. يا الله مقهورين. هذا المخيم أقهرهم زيادة، هذا المخيم أقهرهم زيادة. وأمس الشيخ محمد بن زايد قتلهم، والله قتلهم. قابلهم الرد القاسي، رد قاسي، إيش رد؟ إيش من رد؟ رد عليهم رد قاسي.
رد قاسي. انا قبل يومين واحد احتقرون ناس وانا اصور في الجامع يقولوا هذا الجامع لك ولاشكالك ولامثالك. اجى الرد قاسي من الشيخ محمد بن زايد، اخذ عياله وفرق يفطر مع الناس. يا الله يا مهند يا مهند، تعال نفطر هنا، تعال نفطر هنا يا مهند. صلي على رسول الله ما شاء الله. تعال 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 يا مهند يا مهند مهند، انا في المخيم بفطر هنا يا مهند. شوف 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 شوفوا، اليوم انا بفطر هنا في هذا المكان، بفطر هنا. اللي بيجي يفطر معنا حيا 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 الله حيا الله. الافطار مليان، شوفوا اكتملت كم سفره الان، اكتمل عدد من السفر. قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله يا شباب، اسألكم بالله قولوا ما شاء الله. ادعوا لهم ادعوا لهم ان ربي يزيدهم، اللهم زيدهم، اللهم زيد وبارك، اللهم زيد وبارك، اللهم زيد وبارك. قولوا ما شاء الله، عصير مويه تمر كبسه ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. والله يا شباب اني ما اقرا بعد الرسائل، لكن تحياتي لكم كلكم جميعا، حتى اللي يسب علي تحياتي لك، اغلط براحتك ما برد عليك. الجنوبيين العرب اصيل والله، كفروا الجنوبيين يا اختي، كفروا الجنوبيين وكفرونا. انا من تعز، والله ان انا من تعز وشارع عبي، كفرونا مع الناس عادي مش مشكله. يلا هم اي واحد يتكلم بحق يقولوا علو كافر. هذا الحين انا صور كذب يعني، ولا هذا فيتوشوب؟ فيتوشوب اوه، هذا فيتوشوب. شوفوا هذه السفره، شوفوا شوفوا العالم، هذا فيتوشوب، هذا فيتوشوب صح. انا صور فيتوشوب. صلوا على النبي، صلوا على الرسول، قولوا ما شاء الله، ادعوا لهم بالخير. تحياتنا لحكام الامارات، شيوخ الامارات، تحياتنا لشعب الامارات صغيرهم وكبيرهم، حتى اطفالهم، حتى اطفالهم تحياتنا لهم. هؤلاء الناس الذي يكرمون الناس، شوفها معزز مكرم مكيف مخيم، ها شوف مكيف، المخيم مكيف جاهز منور نظيف، تفطر بأحسن فيلا كأنك بقصر فاطر. شوف النظافة ها، شوف النظافة، شوف النظافة، شوفوا شوف النظافة، شوفوا شوف النظافة، شوفوا شوفوا كيف نظيف نظيف، يعني مش منقرة جنبك بالشارع أقول لك افطر. شوف يعني